باللغة الإنجليزية نحن بنعرف إنه بس بدنا نحول كلمة من مفرد للجمع بأغلب الأحيان بنزيد حرف الأس على الكلمة بتتحول من مفرد بتصير جمع، ولكن في بعض الكلمات باللغة الإنجليزية اللي بتضلها هي نفسها بالمفرد بالجمع ما بتتغير، هن uncountable غير قابلين للعد، وهذه الكلمات لازم نحن نحفظهم مثل furniture بمعنى عفش البيت، rain مطر، homework عمل أو أعمال منزلية، evidence دليل أو أدلة، information معلومة أو معلومات، work عمل أو أعمال. عنا أيضا research بحث أو أبحاث، equipment معدات، money مصاري، وأيضا عنا luggage or baggage اللي هن الأمتعة أو أيضاً الشنط، هو الكلمات اللي لازم نحن نحفظهم.